ولكن كان عندنا شانس انهم يتاحوا عائله جداره. اولا كنشكر مؤسسه جداره بزاف على المجهودات ديالها اللي كدير معنا. ثانيا بغي نشكر شراكه المجلس الاقليمي مع جداره اللي وفرت لنا هذه الفرصه اللي صراحه غاليه بزاف بريسيوز على قلوبنا. بون كيفاش عرفت على جداره؟ باغ لا كارافان، جات عندنا مدينتنا فقيه بن صالح، دونك مشيت لا كارافان وحضرت ليهم وكنت تفاجئت بزاف بهذوك المجهودات الكبيره اللي كيديروا، وشفت بزاف ديال الناس اللي دازوا منها ولا دابا شي حوايج كبار حققوا بزاف ديال الانجازات في حياتهم. دونك تانسبيريت منهم وقلت علاش لا حتى انا نبوسيول جداره، بيتيت غادي نكون شونسوز وغادي ننجح فيها. دونك جلي في والحمد لله وشكرا لله، اليوم انا باغمي الناس اللي تقبلوا في هذا في جداره. اليوم انا فخور وحصل لي الشرف انني نكون اخترت من طرف جمعيه جداره كراعي لهذا الفوج الجديد ديال 2022 اللي فيه 124 شابه وشاب اللي برزوا ونجحوا في الدراسه ديالهم الثانويه بمعدلات مهمه اختاروا من طرف الجمعيه باش تواكبهم بمنح وبمواكبه باش ينجحوا في الدراسات العليا ديالهم في المدارس الهندسه في الطب في الهندسه المعماريه وعده مجالات. هذا الحفل اللي قمنا به اليوم كانوا فيه المستفيدين الجدد والمستفيدين اللي تخرجوا من الدراسات ديالهم، وكان حفل اللي فيه ادماج ما بين هاد المستفيدين الجدد وتعريفهم بطبيعه الحال بما تقوم به المؤسسه من اجلهم، سواء من منح او من مواكبه غير ماديه اللي كتقدمها المؤسسه للطلبه اللي كيستافدوا منها. واللي نبغي نقول بان كان عندي اعتزاز وفخر كبير بان شفنا اليوم مهندسين دوله واطباء ومهندسين ايضا معماريين تخرجوا بفضل ما تقوم به مؤسسه جداره من اجلهم. باين عليا اذا نكون فرحان اليوم.
كان سبب